تأملوا هذه الآية ما أعظمها، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. لينفق ذو سعة من سعته، لماذا يا إخوة نحن نحصر النفقة في المال؟ لماذا؟ ابتسامتك في وجه أخيك نفقة. قال الله يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو عن الناس نفقة، خدمة الناس نفقة، ابحث ماذا لديك من طاقات ابذلها هذه نفقة، النصيحة نفقة، الدعاء للناس نفقة، خدمة الناس نفقة، قضاء حوائج الناس نفقة. ترى يا إخواني النفقة بابها واسع، تاجروا مع الله، تاجروا مع الله وانفق ما تستطيع وحسب ما تستطيع وأبشر. أنت الآن جالس تنفق والذي يستقبل منك العطاء هو الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ليس المال فقط، أي عمل، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فيبشر بالخير من الله، هذا في الآخرة. أما في الدنيا فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من يسر على معسر يسر الله عليه. انفق، ابذل روحك، الإنسان معطاء. الشجرة هذه ما تأكل ثمارها، والبحر ما يأكل سمكه، والنهر ما يشرب ماءه. هذه الحياة تعودت على العطاء، فكن كذلك وابشر بالخير. بارك الله فيك.